وقال لك لا انا مش عايز دول كده، انا عايز نظام تيك. عارفين التيك دي؟ العلامه شارب ميل عادي من قائمه فورمات، تكست ستايل، تخش في موديفاي لاين اند سيمبل وتقول له ان الفيرست عايزه اركتكتشر تيك، وبرده الاخير شير تيك. اوكي حاجه معاك كده بلا لسه هنغير كل دلوقتي في الاشهر. ولا لا تخين عادي خالص، ما كله كان في ايدك. خلي دي انا يعني 10 هوريك هوريك. انا فاهم قصدك، انا بس بعرفك ازاي تغير، لان ساعات كتير جدا تقعد على جهاز تلاقي الكتاب طلع صغير جدا، السهم طلع صغير جدا، ملعوب فيه. طب اعمل ايه؟ اقعد اعيط؟ لا، على طول بسهوله جدا ادخل اعدل. نفس القصه في التكست، التكست هايت بدل ما 2.5 هنخليه 25. خد بالك ان المسافه دي عشان بقت صغيره على الكتابه طلع لها خط بره. ما كما يحلو لك، في حاجه مش حريه شخصيه ترجع لك. ده انا ممكن اقول ان الكتابه عايزها اباف ولا سنتر. واخدين بالنا يا جماعه؟ لو في كمان شايفين مسافة الفاضية دي؟ شايفين المسافة الفاضية دي يا جماعة؟ أتحكم فيها، أنا عايز يوسع. من قائمة فورمات دايمنشن ستايل موديفاي في عندنا هنا اوفست فروم دايمنشن لاين. عايز ازود دي مثلا اخليها 2، شوف ايه اللي هيحصل بسرعه. زادت شويه، حد خد باله؟ خد بالك دي فيرتيكالي دي هوريزونتالي، يعني فيرتيكال انت عايزها اباف ولا سنتر؟ لا هوريزونتال بقى، انت عايزها متسنتره ولا عند الخط الاولاني ولا عند الخط الثاني ولا اوفر؟ بص اوفر دي عامله ازاي؟ يعني الدايمنشن ده مكتوب هنا وده مش هنا. كل حاجه لها استخدام يا جماعه، كل حاجه لها استخدام، كل حاجه لها استخدام. هو البرنامج مش بتاع مش عارف ايه، بتاع كل حاجه، مساحه و ارفعي. طيب التكست خد بالك معايا، التكست الاينمنت هل عايز هوريزونتال ولا الاين وذ دايمنشن لاين؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما جينا نعمل خط دايمنشن للمايل ده دايمنشن لينير الاين، وعملت خط دايمنشن للراجل ده صح؟ حطوا لي كده. واحد تاني عايز الكتابه دي مش مايل. ما تسيب المفتاح تمشي انت. انا في الاحنا. طيب. مننا ساعتين.
واحد عايز يكتب لي الكره. انت عارفين لما باجي اكتب على راسي لما باجي اكتب على راسي يعني تعال نطبق الكلام ده عندنا. بصوا بص تعالى بصوا هاجي هنا دايمنشن لينير هنقول من بعد من هنا لهنا وهنحطه هنا ودايمنشن كونتينيو كان المفروض احط 12 ونص اللي في الاول مش مشكله عايز احط 13 اجيب وهجيب دايمنشن لينير من الاول خالص للاخر خالص نزلها هنا تحت كده المجموع المجموع بنفس الطريقه دايمنشن لينير هنا لهنا دايمنشن كونتينيو ودايمنشن لينير ممكن اقول لك لا انا عايز الكتابات دي تكون افقيه عادي خالص فورمات دايمنشن ستايل موديفاي تكست الاينمنت او هوريزونتال فاهمين بنا؟ في ناس بتعوز كده حتى شوف الكتاب الخط المائي هتربطها افقيه واقول لك لا انا عايز تبقى موازيه للايه؟ للخط مش اي مشكله خالص قول له ان هي الايند ويز دايمنشن لاين في حاجات عنده خاصه بالمساحه طيب في عندنا بقى تسيب فيت البرايمر يونت واحد عايز يكتب جنب كل دايمنشن كلمه سنتي يجي على حاجه اسمها سفكس ويكتب سنتي ايه؟ حتى الزاوية يكتب جنبها سنتي. بنتغلب عليها بسهولة. نعمل كذا ستايل. نعمل كذا ستايل. ستايل للدايمنشنز الأفقية. وستايل للدايمنشن اللي هي الزوايا. وستايل لكذا وستايل لكذا. طيب خد بالك معايا في الفورمات دايمنشن ستايل احنا كتبنا السفكس في عايز اسمها بريفكس عايز تقول له اللي بيساوي يبقى البريفكس والسفكس البريفكس والسفكس يا جماعه بتمكننا ان احنا نعمل ايه؟ بتمكننا يا جماعه ان احنا نقدر نعدل في الكتاب اللي قبل وبعد الدايمنشن. ده في التقريب لو انا شغال وعايز اقرب لغايه رقمين عشريين او 500 واحد من 1000 او هكذا. ده في البريسيشن ان انا عايز لا هيقربها ما انت ساعات يكون عندك 5 ديجيت مثلا بس عايز تقرب لغايه 1 من 100 2 من 100 في عندنا البريسيشن هل انت عايز يظهر رقم 1 10 مثلا او رقمين عشريين يمكن ده مش باين عندنا هنا هنشوفها لما نيجي نشتغل بالمتر شوف هنا عمل ايه قرب حط لك رقمين عشريين فقط حط يا جماعه ايه رقمين عشريين فقط
دي كده اللي هي الايه يا جماعه الدايمنشن. سهل. يجوز لك انك تقول له نيو، عايز اعمل ستايل جديد. هنا في ستايل واحد اسمه ايزو 25، انا عايز اعمل 2 3 ستايل، عايز اعمل ستايل عندي خاص. لو انا شغال بالسنتي وستايل ثاني لو شغال بالمتر مثلا، او بالسنتي تلاحظ انك انت كتابتك بتاعت صغيره فاضطريت اضرب كله اكبر صح. لو انا شغال بالمتر فلاقي ان الكام طلع لي ده جميل وظريف زي ما نشوف كمان شويه، فممكن ان انا اقول له نيو، اعمل ستايل جديد اسمه ايه؟ نيو ستايل 1. ستارت من مين؟ من ايزو 25. اوكي. يعني يبقى زي مين؟ وتبدا تعدل عليه. اوكي. خلاص بقى عندي 2 ستايل اهو. تعالى بقى نشوف ادي الستايل الجديد اهو ماشي؟ لا هدخل على السيمبلز اخليها كلوزد فيل الارض ماشي؟ جميل. انا دلوقتي راسم كله بالتكس، جيت على البعد ده وعايز ارسمه يا جماعه بالستايل الجديد بتاعنا عادي. هندخل في فورمات دايمنشن ستايل واقف على نيو ستايل انا عملته واقول له سيت كارنت. سيت كارنت يعني ايه؟ اعتبره هو الحالي، بحيث لما اجي ارسم دلوقتي دايمنشن الايند رسموني بالايه؟ كان ممكن يكون عندي 5 6 ستايل عاملهم، 5 6 ستايل عاملهم يا جماعه، والخمس ست ستايل دول اخزنهم عندي وقت اللزوم ارسم بده او بده عن طريق ست كارنت. واضحه؟ بس رسم قدام. هناخدها دلوقتي. ماشي. طيب تعال نشوف التكست الكتابه عادي خالص. في عندنا امرين زراق لطاف. درو تكست مالتي لاين وسنجل لاين. في عندنا امرين زراف جوه امر تكست درو تكست. في حاجه اسمها سنجل مالتي لاين وسنجل لاين. سنجل لاين يعني انت عايز تكتب كتابه ايه؟ سريعه. زي مثلا بصوا معايا. طبعا بيسالك الاول على الهايت. خد بالنا؟ بصوا معايا. لما جبت الامر سالني الاول ستارت بوينت، فين النقطه اللي تكتب منها؟ اهي. الهايت بكام؟ هقول له ب 15. الانجل بتاعت الكتابه زيرو. ابدا اكتب. هنكتب كذا. طبعا خد بالك ان انا بكتب في اللاير بتاع الدايمنشن، عايز خاطر. المفروض كنت اروح لمين؟ تكست 1. او قبل ما ارسم كنت اختار تكست 1. تاني يبقى دخلت من قائمة درو تكست سنجل لاين تكست، هحدد له الستارت بوينت اهي والهايت قول 20 وزاوية الكتابة زيرو. ما انت ممكن تكون عايز تكتب ايطاليك. ايطاليك يا جماعة. لا انا عايزها زيرو. هكتب له A B C D E F G اتش. خد بالك انتر اكتب ايه السطر اللي بعده، انتر السطر اللي بعده، خلصت انتر على الفاضي. واضح كان؟ نفس القصه ممكن اجيب الامر ده مره ثانيه واجي هنا مثلا برضه بنفس الارتفاع اكتب 1 2 3 4 5 6 اللي هو لايت الورد فاكتبه. طبعا ده بيفيدني في حاجه ظريفه. ايه هي؟ ان انا هاجي اعمل لير اسمها سيركلز او نسميها اكسس سيركلز. خليها حمراء. هعمل سيركل يا جماعه هنا كده بس اخليها جوه الاكسس سيركل واعمل لها كوبي من هنا عن طريق الكوادرانت
وعن طريق أمر موف وألغي في ثلاثة ايه؟ يجوز انك تشغل السنتر والكلام ده، بس في دايره صغيره مش فارقه قوي. ممكن اعمل يجوز طبعا، شفت يمين وسنتر وتشتغل 100 100. هنيجي نعمل كوبي للراجل ده برضو عن طريق الكوادرنت اللي على الشمال ونوديه هنا، نشغل اف 3. عارفين اف 3؟ وهنقل جواها ام وانتر. طبعا شغال كليك اطلع بره، كليك ادخل، فاهمين القصه؟ تكرار الامر السابق والكلام اللي انتوا عارفينه. تعال افضل نضيف ثلاث خالص. طبعا بعد ما عملت الاثنين دول يا جماعه يجوز ان نعمل امر كوبي، خدوا بالكم من الحته اللي جايه دي، وعن طريق ويندو. خدوا بالكم بقى، فاكرين ويندو كروسنج اللي في السلكت؟ فاكرين مش فاكرينها؟ دبليو سي مش دبليو سي، دبليو او سي. لو قلنا له دبليو ويندو نختار دول كده. خد بالكم في معلومه اقولها لكم، كان المفروض اقولها لكم من زمان بس ما كنتش قلتها لكم، ان انا ممكن اختار ويندو وكروسنج من غير ما اكتب دبليو او سي. انك لو اخترت الويندو شمال يمين يشتغل ويندو، يمين شمال يشتغل كروسنج. بصوا معايا، بصوا، لو انا ضغطت كده ومشيت كده شغال ويندو، لو ضغطت كده ومشيت كده شغال كروسنج. وضحت؟ ماشي يا جماعه. يبقى هنجيب امر كوبي ونختار دول كده، وهاخد البيز بوينت يا كوادرنت اللي تحت دي وانقلها هنا فوق. لا شرط الثلاثة. هرجع تاني اخد كوبي برضو للناس دول، واخد الكوادرنت اللي على اليمين ده واوديه عند الاند بوينت. واضح يا جماعه؟ ايه؟ لا مش هينفع طبعا، لازم اخد الكوادرنت اللي على اليمين عشان انا عايز اوديه بحيث ان النقطه دي توصل للاند بوينت. لو خدت كوادرنت اللي على الشمال الدوائر دي كلها هتبقى قاطعه الخطوط. ماشي؟ مش واضح. واحد؟ مش قوي. كوبي قوي يا جماعه. اختار دول كده اهون. واخد النقطه اللي على الشمال زي ما الباشمهندس عايز واوديها. شفت ايه اللي حصل؟ راح انا فين بقى؟ عند مين؟ تنشين. بالمثل نقدر نكتب يا جماعه، المثل نقدر نكتب بدروم، باثروم، مش عارف ايه ايه. سلام. في عندنا في قائمه فورمات حاجه اسمها تكست ستايل. خد بالك احنا خدنا حاجه اسمها ايه؟ دايمنشن ستايل. في حاجه اسمها يا جماعه؟ تكست ستايل. اه. انك انت ممكن عايز تكتب بكذا نوع من الخطوط. عايزين نكتب بكذا نوع
من الخطوط. يعني انا المحاور كتبتها خط ضعيف شويه، عايز اكتب بقى الكلام اللي جوه خط كبير مثلا عادي خالص. انا عندي هنا ستايل ميم واحد اسمه ستاندر، هعمل ستايل جديد اسمه ستايل 1 ماشي، هغير الفونت بتاع الكتابه بتاعه، خلي كده مثلا ماشي يا جماعه، وفي عرض اقول له اوكي ابلاي وكلوز. تعال نكتب بقى بالراجل دلوقتي، تعال كده نكتب سنجل لاين دلوقتي كده، درو تكست سنجل لاين اهو، الارتفاع خليه 30، ابدا اكتب كده. واضح ان هو ما غيرش لسبب ما، فورمات تكست ستايل، ستايل 1 واقف عليه كويس جدا. عشان قايل له الريجولار واللي بولد بلاي كلوز، شفت كده عامل ازاي؟ ماشي يا جماعه. يبقى انا يجوز ان اكون عندي كذا ستايل، عايز اكتب شويه كتابات بالعربي، شويه كتابات بالانجليزي. بالعربي عادي خالص، من قائمه فورمات تكست ستايل هاجي هنا اقول له ستايل جديد نيو اسمه عربيك ستايل مثلا، اوكي هاجي اختار من هنا احد الفونتات عربي وان كان لا في بالكم. بس في نقطه عايز اوضحها، نقطه في قمه الخطوره لا يعيها كثير ممن يعملون في الاوتوكاد، ان في عندنا الفونتس في الاوتوكاد نوعين، ويندوز فونت واوتوكاد فونت. يعني في عندنا هنا تعرفين في فونت اسمه اريال عارفينه؟ وتايمز نيو رومان ومش عارف وايه ايه، وفي فونتات دي بيكون دي اسمها فونتات ويندو امتدادها اف ان تي او اف او تي، لكن اوتوكاد له امتداد فونتس خاصه بيه امتدادها اس اتش اكس، شايفينها؟ اس اتش اكس. ويفضل انك تستخدم فونت بتاع الاوتوكاد ولا تستخدم فونتات بتاعه الويندوز، علشان بتحصل مشاكل لما تيجي تاخد مثلا انت رسمت رسم اوتوكاد خدتها كوبي وبيست حطها في الوورد مثلا، يعني لو انت راسم بالفونتس بتاعت الويندوز تلاقي الحاجات اتحركت من اماكنها، لكن لو انت راسم بالفونتات بتاعت الاوتوكاد تلاقي الحاجات ثابته. فلذلك يفضل تستخدم الفونتس بتاعت الويندوز بتاعت الاوتوكاد اللي هي بتاعتها اس اتش اكس اللي هي هنا اهو، يعني ده كده عربك. لا ما في عربك اهو، عربك 1 اس اتش اكس، عربك 2، عربك 3 صح؟ في عربك اهو. خلينا نقول ده ابلاي كلوز، تعالوا نكتب شوف بقى الحاجة الغريبة اللي هتحصل دلوقتي، نكتب غر فت نوم. غرفة نوم يا جماعة ماشي، فأنا اخترت فونت غريب يعني، يعني تعالى خش كده تدخل هنا في التكست ستايل في الأرابيك ستايل وغير ده خليه، ما هو بيديك هنا بريفيو أهو، شوف المنظر حلو ولا مش حلو. في فونت شهير جدا، في فونت شهير جدا في الاوتوكاد اسمه اكس ارب، هتلاقيه اخر واحد تحت، ده الناس شغالين عليه بقالهم اكتر من 20 سنه. ايه؟ مش سامع. السبب ان هو شكله كويس. التاني شكلهم بتلاقي ان فيه ايه؟ كوفي ومش عارف وايه وايه وايه، لكن ده فونت شهير وموجود من زمان. ممكن نشيل الاكسنت اللي هي داخله جوه اللي هو دي، انا اسمع الاكسنت اللي هي داخله جوه اللي هو دي، عادي ترم بقى وعيش مع نفسك. كل واحد ترم. مش حاجه، كلام سهل يا جماعه، كلام سهل وبسيط.
كويس. بصوا معايا اللسان حاجه مهمه جدا ما خدناهاش هقولكم انتوا اول ما اقول مكسر رسم دلوقتي اقول لكم حاجه مهمه جدا اسمها البلوكس نسيف ازاي تدوس على رمز الديسك لا ما نسيف نسيف اوتوكاد اللي هو الدويك الاوتوكاد يا جماعه طبعا دي الفيرجنز المختلفه من الاوتوكاد ممكن تسيف عليها لو انت عايز تسيف رسمه وتروح تفتح عند واحد تاني بتاخد مثلا 2003 تاخد 2000 فلازم تحفظها بالفيد بتاعها في هنا امتدادات مختلفه كثيره جدا بتستخدم للربط ما بين الاوتوكاد والبرامج الثانيه يعني مثلا واحد عايز يرسم الرسمه دي ويفتحها على الساب عارفين تسمع برنامج الساب؟ كده رسم ساب يعمل استراكشر اناليسيس استراكشر اناليسيس عادي خالص يجي ازاي ده او اربط ما بينهم ازاي عن طريق دي اكس اف عن طريق دي اكس اف كلام واضح ازاي ده نظبط موضوع تعال نحفظ ده الرسمه دي ونجيب رسمه جديده نجيب رسمه جديده وعايز ابدا اشتغل فيها اول خطوه المفروض كنت اعملها بعد ما اسمي الحين احدد مقاس اللوحه اللي هرسم فيها ماشي مقاس اللوحه بحيث ان انا برسم بسكيل واحد لواحد ارسم سكيل واحد لواحد فلو واحد عايز يشتغل بالمتر مثلا وجاي له رسمه بيت 15 متر في 10 متر لو جيت ترسم سيادتك بص لو جيت انا عملت اللايرز بتاعتي وعملت اكس كده واكس كده واخدين بالنا واجي اعمل اوفست 2 متر هتاخد بالك اللي حصل؟ لازم في بعض ايه؟ لازم في بعض لانك انت لو بصيت على الاحداثيات اللي هنا تحت خالص ليك شغال في الالافات الافات صح 1600 وهنا كده دخلنا في 700 و800 فانت اول خطوه المفروض تحددها يا باشمهندس انك انت بتحدد حدود الوحده ودي بتيجي من قائمه فورمات drawing limits فورمات drawing limits حدود الرسم جميل بيحدد حدود الرسمة عن طريق حاجتين احداثيات الكورنر الشمال السفلي واحداثيات الكورنر اليمين العلوي لو قريت المكتوب بيقول لك سبيسيفاي لور ليفت كورنر 0 0 اهي ماشي جميل الابر رايت كورنر 420 و279 لا ده انا عايزها 20 هي الرسمه فاكرين قلت 20 في 15 مثلا هنزود عليها شويه لو هي 20 في 15 هنزود عليها شويه لان مش برسم على القد بالظبط انا بزود عشان في دايمنشن وحاجات من دي فخليها 30 وكوما 20 يبقى انا عملت ايه هنا يا جماعه؟ سبت الليفت رور اللور ليفت كورنر 0 0 والرايت ابر كورنر غيرت تحت اهو من 420.299 الى 30.20 للاسف بعد ما عملت الكلام ده الرسمه ما اتغيرتش لا زالت على السكيل الواسع لازم بعد ما ندخل في قائمه فيو زوم اكستنس تلاقي ملحوظه غريبه الدايمنشن بتاعتك بقت شغاله 3 4 5 6 7 8 9 يبقى اول خطوه المفروض اعملها في اي رسمه يا جماعه ان انا اخش قائمه دايمنشن قائمه فورمات دراونج ليمتس